الحلي 22/6/2013 طبعا صاروخ ارض جديد سقط على هذا المنزل قبل قليل، دمره بشكل كامل. المنزل اصبح غير صالح للسكن بشكل نهائي، حجم دمار لا يصدق. تعالوا نريكم حجم الدمار من الخارج. هذا السطح معرض للانهيار للحظة كما ترون، هذا السطح معرض للانهيار في اي لحظة، وحجم الدمار كبير جدا. والمنزل كما تشاهدون السقف، سقف هذا المنزل كذلك هو شاحن الجدار، جدران معرض للانهيار، خسائر مادية كبيرة، لكن الحمد لله رب العالمين لا يوجد خسائر بالأرواح كما ترون. من سيعوض أصحاب هذه المنازل، أو من سيقي أصحاب هذه المنازل أو الأهالي هذا القصف شبه اليومي على المدينة؟ كانت الدبابات بمدافع الهاون، الآن رجمات الصواريخ شديدة الانفجار. الله تهجير للمدنيين، سياسة تهجير، لكن المدنيين يصرون على البقاء رغم هذا القصف، هم يصرون. طبعا المدينة تحمي على كم هائل من المدنيين بإذن الله باقين، وسنصمت حتى زوال هذا القصف بإذن الله. شاهدوا حجم الدمار وحجم الخراب الذي تقوم هذه المنصة.